السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وضيف جديد ومعلومات جديدة من برنامج كلمة فاصلة. حلقتنا النهاردة تهم كل المشاهدين. ليه تهم كل المشاهدين؟ لأن كلنا في مرحلة التعليم وكلنا عندنا تخوفات من النظم الجديدة اللي طبعا بخصوص الظروف اللي بتمر بيها جميع البلاد مش مصر بس، ربنا يرفع عنا يا رب جميعا. كلنا عندنا تساؤلات كتير عن التعليم عن بعد، او بمعنى اصح من خلال الاونلاين. عشان كده النهارده هحاول اطمنكم من التعليم الاونلاين اللي هو التعليم عن بعد. ليه؟ لان التعليم دوت وفر لنا حاجات كتير قوي غير الوقت، وفي فوائد كتيره جدا. ده هنعرفه مع ضيفه حلقتنا اللي مشرفانا النهارده. ضيفتنا هي مديره اكاديميه قراني جنتي، الاستاذه او المعلمه ناهد سعد. اهلا بحضرتك يا استاذه ناهد. اهلا بيك حبيبتي. طبعا يا استاذه ناهد، زي ما حضرتك سمعتيني كده بنقول ان كتير من اولياء الامور عندهم تخوفات. بس قبل ما نتكلم عن النقطه دي، طبعا حضرتك محفظه قران، القران الكريم، مظبوط؟ نعم نعم. طبعا انا من كتر ما شاء الله ما شفت تعددات الشهادات اللي حضرتك حصلتي عليها في الموضوع دوت، استاذنك يا استاذ محمد بعد اذنك الفيديو معانا في سيره ذاتيه كده حابه ان انا اعرضها للمشاهد عشان يعرف ان طبعا حضرتك متخصصه في الموضوع دوت بطريقه صحيحه، وده مهم جدا وخصوصا في ماده القران الكريم. طبعا طبعا. استاذنك استاذ محمد، الفيديو جاهز معانا؟ نشوف. تضم مؤسسه الثقه نخبه من الساده المحامين والمستشارين، وبفضل الله تعالى قادرين على تقديم أفضل الخدمات القانونية، بدءا من تقديم المشورة القانونية لحفظ الحقوق وحماية المصالح، وانتهاءا بتمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية باختلاف أنواعها. شعارنا هو الثقة، الأمانة، التميز. ورجعنا لكم بعد النبذة المختصرة جدا 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 عن الشهادات اللي أستاذة أو المعلمة ناهد حصل عليها في حفظ القرآن الكريم. أستاذة ناهد، طبعا دي كانت نبذة صغننة جدا عن الشهادات اللي أنا شفتها معروضة عند حضرتك، ما شاء الله ربنا ينفع بيك بإذن الله. إيه رأي حضرتك بما أنك حضرتك في قلب الموضوع من ناحيتين، سواء كنتي ولية أمر أو معلمة، من اتجاه التعليم اونلاين، ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ والله انا شايفه ان الاونلاين يعني نعمه تستحق الشكر من ربنا سبحانه وتعالى. اولا ليه مميزات كتير جدا، يعني بيدي فرصه للطالب انه ما يبقاش، يعني لو هو هيدرس بره مباشر هيبقى فيه لازم برنامج معين هو مفروض عليه او ان هو يدرسه، لكن الاونلاين بيخليه هو يختار المستوى المعين او الكورس المعين اللي هو عايز يدرسه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيوفر عليه وقت وجهد، يعني الوقت اللي هيضيعه في ان هو ينزل المواصلات ويرجع ويرجع تعبان هينام، خصوصا في الوقت اللي احنا في الوقت اللي احنا فيه دوت. فدي طبعا يعني ميزه ممتازه. يعني طبعا بيوفر عليه المال، قلنا كمان المال ان هو هينزل له الوقت وكل حاجه والمجهود بيديله اريحيه في اختيار كمان الوقت. يعني مثلا لو حد بيشتغل الصبح يقدر ان هو يدرس بالليل، لو حد بيدرس بالليل يقدر يدرس الصبح، عنده اليوم كله، مش شرط ان هو يصحى من النوم وينزل المدرسه بالزبط والوقت المحدد ليه. في ناس بتحب او بتفضل وقت الفجر، فده برضو متاح. فالاونلاين مجاله واسع وفي مميزات كتير جدا عن المباشر. يعني انا ليه بدات مع حضرتك في السؤال ده؟ لان كتير من المشاهدين طبعا بما فيهم الكبار والصغار، يعني حتى اولياء الامور احنا كامهات بنمسك الموبايل، يعني تقريبا بقى نص اليوم ضايع على مسكنا او مسكتنا للموبايل. بس في ناس بتستخدمه صح يا استاذه ناهد وفي ناس لا. عشان كده انا سالت حضرتك فكره الاونلاين اللي بيستخدمها صح، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه، ان هم يبداوا يدوروا على التعليم، وخصوصا بقى او نرجع بقى لتخصص حضرتك اللي هو حفظ القران الكريم من خلال الاونلاين. حضرتك بالنسبه لحفظ القران الكريم،
بتحفظي اطفال صغيره بس من خلال الاونلاين ولا متاح عند حضرتك الاثنين؟ لا الاثنين بفضل الله متاحين للاطفال والكبار. تمام. طيب لو نيجي للاطفال شويه، بما اني ام فعندي تخوفات من النقطه دي، هل الطفل حضرتك شايفه ان هو بيستوعب ده بسهوله مع حضرتك؟ بصي هو بيختلف من طفل لطفل، يعني المساله بتتفاوت. في طفل بيستجيب ما شاء الله على طول، في طفل بيحتاج لطرق معينه ان هي تجذبه وتخليه ايه يعني يقعد الفتره اللي هي بتاعه الاونلاين دي. ففي طرق متعدده يعني بفضل الله، في حاجات كتير جدا. حضرتك بتعرفي تتعاملي مع ده؟ في السنوات المختلفه يعني كل طفل بيبقى حسب السن بتاعه. في طفل مثلا بيبقى كثير الحركه، بيبقى ليه عايز طريقه معينه، عايز دايما المعلمه اللي معاه تلفت انتباهه باي حاجه بتخليه يقعد يركز كده. في طفل لا ما شاء الله بيستجيب على طول، مش بيحتاج مجهود، فبيختلف من طفل لطفل. ايه الصعوبات اللي ممكن تقابل حضرتك اثناء الحصه او الكورس مع الطفل؟ مع الطفل اللي هو خاصه الطفل اللي كثير الحركه ده، هو ده اللي متعب شويه يعني، علشان اخليه يركز معايا او يبقى منتبه يستفيد من الحصه، ده اللي بياخد مجهود شويه. في الحاله دي بتطلبي من اولياء الامور المامي بتاعته ان هي تقعد معايا فتره الحصه، وده بيكون كمعتاد عاده معايا، ولا ممكن في اوائل بدء الكورس بس؟ لا ممكن في الحصه الاولى الثانيه فقط، بحيث ان هو بس يبتدي ايه يألف المعلمه وياخد عليها ويتعود عليها، خلاص بعد كده خلاص. طيب. بيبتدي بقى يعني هو يحضر، ممكن يحضر هو الحصه لوحده يعني. طيب حضرتك شايفه ان معظم الناس اللي ترددوا مع حضرتك، اللي هم بدأوا مع حضرتك الكورسات، انا حاسه دايما ان لما حد بيقول بنحفظ قرآن كريم ما بيكونش بالطريقه الصحيحه. فهل عاد على حضرتك او حضرتك شفتي بالفعل ده، ان في ناس بتيجي تعمل اعاده حفظ عشان التجويد وتصحيح الكلمات؟ كتير جدا طبعا، ده بيقابلني كتير جدا جدا جدا. ناس بتبقى اولادها يعني حفظوا خلاص، ختموا القران، ولكن بتيجي بتطلب مني تقول لي انا الولد او البنت ختموا، ولكن انا عايزاهم يعيدوا حفظ من الاول تاني بسبب عدم ان هم من الاساس حفظوا، كانه بيحفظ كلام عادي مش كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني المفروض ان هو يحفظ كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتجويد طبعا. فده اللي بيبقى صعب على المعلم وعلى الطالب بقى اكتر، لانه بيعيد من الاول تاني، يعتبر بيعيد من الاول تاني، فده طبعا خطا. وده النقطه الاساسيه اللي شجعتني ان انا اعمل الموضوع ده، المشروع يعني مشروع القرآن. أنا عايزة أكلم حضرتك في النقطة دي. لما بدأ التكرار مع الأطفال إن هم بيترددوا على حضرتك وحافظين بطريقة غير صحيحة، دي اللي خلتك فكرتي في فكرة المشروع أكاديمية قرآن أساسي؟ طبعا هو من الأول أصلا أنا فكرت في المشروع ده، يعني زي بالظبط كده أي طالب بيعمل مشروع تخرج. أنا اعتبرت إن مشروع القرآن جنتي ده مشروع تخرج من الدنيا يعني، ربنا ان شاء الله يتقبل. والنقطه برضو الاساسيه اللي هي موضوع ان الكل يتعلم القران كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا قابلت كتير قوي في السنوات الماضيه يعني ناس بتاخد ان هي عايزه حافظه القران، حافظه كم كبير جدا، ولكن بدون تجويد. كنت يعني بستغرب جدا ان هي حافظاه كده، المهم ان يبقى عندها كم مش كيف. فطبعا حته ان انا اهتم بالكيفيه اللي يتحفظ بيها القران دي كانت نقطه اساسيه معايا، يعني ده السبب الاساسي انه ازاي يحفظ القران مش يحفظ كم قران، فدي حاجه مهمه جدا. بس طيب الحفظ خلال الاونلاين بالنسبه للاطفال زي ما قلت لحضرتك بيبقى فيها صعوبات، وفي طفل زي ما حضرتك ذكرتي بيكون عنده فرط حركه. في النقطة دي برنامج حضرتك مع الطفل بعد الحصة الثانية اللي هي بعد المفروض ان هو مسلم لحضرتك بجهازه لوحده، هل بيتطلب منك ان انت تفتحي الكام او الكاميرا وتبدأوا في التعارف مع الطفل بطريقة اعمق شوية عشان يستجيب معاكي؟ ممكن ممكن طبعا ممكن، حتى لو مش من ناحية وبعدين بيتوقف على سنه، يعني مثلا لو طفل سنه 4 سنين، طفل سنه 5 سنين، مش زي الستة مش زي السبعة، بيتفاوت كل مرحلة وليها برنامج معين. طيب فكرة مشروعك؟
او فكره الاكاديميه، لان انا مبسوطه جدا منها، ويا رب يا رب يا رب يكون في ميزان حسنات حضرتك، لان انا معاكي على الصفحه وبشوف الكم الهائل من التعليقات للناس، وللاسف ما لحقتش النهارده انزل لحضرتك اراء المتابعين معاكي. لو نفترض اني انا كوليه امر جايه عايزه اخلي بنوتي تاخد مع حضرتك تحفيظ قران خلال الاونلاين، هل حضرتك انا باجي اقول لك انا عايزه بنتي مثلا اشترك الشهر مثلا 4 حصص 5 حصص، ولا حضرتك اللي بتحددي الطفله دي محتاجه قد ايه؟ بصي، هي الحصه الاولى ديت اللي هي بسميها حصه تجريبيه، لان بجرب الطفل، بشوف مستواه، بشوف استيعابه ايه، استجابته معايا ايه، يقدر ياخد قد ايه. في طفل ما شاء الله ممكن انظم له جدول معين، حصه واحده خلال اسبوع او حصتين هو بيمشي على النظام ده. في طفل لا، محتاج ان هو يبقى معايا يوميا او يوم ويوم، فبنظم له الجدول بتاعه على الاساس ده. يعني بيتوقف على الحصه التجريبيه دي، اول حصه انا بحكم عليها، ده اللي بيحدد الطفل. طيب في حاله ان الطفل عنده استجابه بس عنده فرط حركه او شقي شويتين، في الحاله دي حضرتك ممكن، عشان طبعا انك تقعدي طفل قدام جهاز ساعه مثلا اللي هي وقت الحصه، لا، الـ5 سنين ده او 4 ما يقعدش ساعه ابدا. الساعه لو هو مثلا هياخد ساعه، نفترض ان هو انا حددت له ساعه، الساعه دي بتتقسم على يومين، نص ساعه ونص ساعه. لا معلش استني استاذنك بس خليني بقى في النقطه دي، لان دي ممكن تهم مشاهدين كتير. انا دلوقتي كوليه امر اشتركت مع حضرتك ان انا مثلا وليكن ان الطفل هياخد مع حضرتك الحصه، تمام؟ حضرتك بتقولي تتقسم على، يعني الحصه هتتقسم نصين بالزبط. على يومين مثلا. طب انا في الدفع، يعني خليني برضو في الطريقه الماديه شويه عشان انا كأم برضو بتهمني الحته دي، هل ارجع ادفع الحصه؟ يعني انا دفعت النهارده نص ساعه حصه كامله وبكره حصه كامله، ادفعها تاني، ولا حضرتك لا بتقسميهم على لا لا حضرتك، هو بيتم الاتفاق اللي مناسب مثلا للطفل ساعه، خلاص هي الساعه هياخد بقى الساعه كلها، هياخدها على نصين خلاص، على يومين خلاص. لا، هو بيبقى من الاتفاق من الاول ان هي ساعه، ما فيش كلام بيتغير بعد. طيب يعني مفيش، تمام، يعني مش حصه النهارده وبكره لا دفع حصه تاني، يعني هي الساعه ايا كان اللي حضرتك بتقسميها على الطفل كام، ولكن هي بالاتفاق مره واحده بس. بالظبط. طيب استاذه ناهد، موضوع ان انا مثلا حفظ القران عندي مثلا بطريقه خاطئه، الايات والمعاني اللي هو التجويد بتأدي الايات لمعاني تانيه خالص، تقصدي اللحن الجلي او الخطا اللي هو بيعتبر لحن جلي بيغير في المعنى، زي مثلا لما اقول ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت انت يا ربي، فالقارئ مثلا ممكن يقولها ايه انعمت انا، هو كده بنسب الفعل ده لنفسه. فده طبعا دي حاجه مهمه جدا. التشكيل بيختلف عن التجويد، يعني التشكيل ده بقى بنقول عليه لحن جلي، ده مهم جدا 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 برضه. التجويد برضه مهم، لان هو القران نزل كده بالتجويد، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ورتل القران ترتيلا، يعني يتقرئ بطمانينه بهدوء، ياخد وقته في القراءه، يعني ما وردش على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن ائمه القراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا بدون تجويد. فطبعا الاهتمام بالتجويد او القراءه الصحيحه دي مهمه جدا، هي اساس القران الكريم. طبعا طبعا. عدد الحصص بيختلف مع الطفل في استجابته للحفظ، يعني لو انا كثفت له الحصص مع حضرتك او ايا كان مع الحفظ القران الكريم، بتيجي باثر ايجابي شويه عليه؟ طبعا، هو لو هو يحتاج ده، ما انا قلت لحضرتك انه بيتحدد من اول حصه، بيحتاج الكرسي بتاعه قد ايه، يحتاج حصتين، يحتاج ثلاثه، ده بيتحدد على كده بناء على بعد الحصه دي انا بحدد المستوى ده محتاج ايه، محتاج حصه، محتاج اتنين، محتاج ثلاثه. لو انا اديته حصه وهو هيمشي على نظام الجدول اللي انا بديهوله،
الاستماع للشيخ بطريقة صحيحة برضو دي من ضمن الواجب بتاعه، الجدول اللي بياخده يبقى استماع يسمع بعد ما بيخلص الحصة. طبعا لازم، يعني مش هيعتمد هو طبعا بيكرر معايا القراءة الصحيحة وبنكرر كتير، أنا خلاص خرج من الحصة بيقرأ صح. طيب معلش خلينا عند النقطة دي. من أول مثلا ما الطفل ما بيبدأ مع حضرتك من أول حصة وتبدأي في تقييم الطفل من البداية، البرنامج بيكون مع حضرتك إزاي لحد ما بيخلص؟ من أول ما بيبتدي الحصة؟ طيب نطلع فاصل وارجع لحضرتك تاني بالسؤال ده عشان مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا يا استاذه ناهد، احنا قبل ما نخرج من الفاصل كنا وقفنا عند نقطه من بدايه ما الطفل بيبدا مع حضرتك الحصه، كلميني عن بعد ما بيخلص. يعني انا كوليه امر بحب ابني يمسك الجهاز لو معاه حصه اونلاين يفضل على الحصه دي ليل ونهار، فكلميني برنامج حضرتك معاه ايه؟ بصي، هو الاول انا بعمل معاه اتفاقات. تمام. يعني خلاص هو من الاول لو الطفل حب المعلمه خلاص هي بالنسبة له أي حاجة هتقولها له هيستجيب لها، هيسمعها. بيدخل جوه الحصة برضو بيتخلل الحصص لعب قصص. لو ما عملش مثلا كده هيبقى في حرمان من القصص، هيبقى في ما فيش لعب في الحصة، فهو بيبقى حريص ان هو ايه بتديه للحصة بطريقتك. يعني بتخليه كمان يستفاد ان الوقت الترفيهي اللي في قلب الحصة بيستفاد سواء كان بقصة بشرح تفيده ادب نبوي، قصة حتى لو من الحياة اليومية برضو بيطلع منها يعني يستفيد يعني. طيب هو خلاص احنا خدنا الحصة، خدنا الواجب، خدنا الكم بتاعنا اللي احنا بنحفظه، قرروا معايا بالطريقة الصحيحة، خرج من الحصة وهو عارف القراءة بتاعته الصح، الطريقة الصحيحة، خلاص شبه ان هو حفظ، يعني شبه ان هو حفظ، مش هقول ان هو خارج حافظ، لا هو شبه ان هو حفظ، خلاص يبقى احنا عندنا ان الواجب بتاعه ان هو هيسمع الشيخ، لانه مش هيعتمد على القراءه بتاعتي، هو هينسى. هو هينسى، لكن لما يروح المفروض ان هو عنده شيخ معين، مثلا ليكن هيسمع الحصري، يسمع المنشاوي مع الأطفال بالترديد. يبقى الواجب الاستماع بتاعه ده، الاستماع للشيخ ده واجب يوميا لازم يسمع، هيقرأ مع الشيخ، يعني يسمع وبعد كده إيه يقرأ. تمام. مش بس كده، أنا كمان بتفق معاه إنه الزوم بتاعه، لأن طبعا التواصل بيبقى على الزوم. الزوم بتاعه هيبعت لي مثلا أنا سمعت، يعني أنا لو جي الحصة اللي بعديها حسيت إن هو مثلا لو هو ما استمعش مثلا انا بعرف. تمام. يعني بساله انت سمعت؟ لا انا سمعت النهارده، امبارح ما سمعتش كده، فبعرف. لا فبلزمه بقى، لا انت عليك واجب ان انت تبعت لي ان انت سمعت. تمام. ان انت كررت، فيبعت لي ده على الزوم بشوف الرساله. لو ما بعتش لا بنتحاسب، فبيبقى في اتصال ما بيني وبينه، مش بس وقت الحفظ بس وخلاص، لا بيبقى في تواصل متابعة. دايم لازم يبقى في متابعه علشان هو يرتبط بالقران، عايزاه يرتبط بالقران ده يبقى يوميا مع القران. ما شاء الله عليك. طيب نصيحه للمشاهدين، لان وقت حلقتنا خلاص على وشك الانتهاء، فاستاذن حضرتك عايزه نصائح كده للمشاهدين اللي عندهم تخوف من الاونلاين. اقول لهم ما تخافوش، الاونلاين نعمه، بس احنا مش مستشعرين النعمة دي. يعني اي حاجة جديدة على الانسان، الحاجة اللي هو تعود عليها خلاص، هو عايزة الحاجة اللي هو تعود عليها خلاص، لكن الحاجة الجديدة جرب. يعني انا دايما لما يجي مثلا مامة الطفل او كده تبقى متخوفة، اقول لها بعد ما اكلمها وكده اقول لها احنا هنعمل ايه، اقول لها بصي الطفل هيدخل الحصة تجربي وانت معاه. بس للأسف وقت حلقتنا خلص، ويا رب نكون قدرنا نوصل لكم هدف الحلقة، ان احنا نستفيد من كل دقيقة طفلنا او احنا حتى ككبار ماسكين فيها الأجهزة بتاعتنا. اتمنى ان احنا نكون فدناكم، وانا بشكرك استاذة ناهد على قبولك دعوتنا. طبعا التواصل مع استاذة ناهد انا سايبه لكم الارقام على الشاشة، تواصلوا معاها، واسم الصفحة صفحة المعلمة ناهد سعد. طبعا الكورسات بتبقى
داخل مصر وخارج مصر للي عايز يحجز معاه. للاسف وقت حلقتنا خلص، انتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.